المباراة منذ أن تولى القيادة الفنية، في حين الناحية الثانية الكابتن علي عبد العال برصيد 14 نقطة جمعها من آخر 7 مباريات على عكس 22 مباراة أيضا كان 13 نقطة فقط جمعهم فريق إيسترن كومباني. كابتن فاروق، أعتقد النهاردة أوجه التشابه هي أن احنا شايفين فرقتين متمسكين بالأمل سواء بالمنافسة على المربع الذهبي، وهنا بتكلم على فريق طلائع الجيش، أو الناحية الثانية فريق إيسترن كومباني اللي يعني قلبت الموازين وخلت المنافسة تحت مشتعلة في بطولة الدوري العام الممتاز. طيب اولا بسم الله الرحمن الرحيم، اولا هخش هتكلم الاول على طلائع الجيش. طلائع الجيش عنده امال ان هو يروح المربع الذهبي، وده حاجه مشروعه ان هو بيأدي بشكل كويس، عنده نظام في الملعب، طارق العشري بيلعب بطريقه ما يخسرش، نمره واحد ما بيخسرش، ودي اللي جمعت النقط. يعني عدد التعادل في المباريات بتاعه الطلائع، هنشوف عدد المباريات التعادل متعادل في 12 مباراه، يعني في تعادل 12 مباراه في العرف كتير جدا، لكن هو نمره واحد بيحاول يحافظ على ان ما يجيش فيه هدف، ويحاول ان هو ما يخسرش المباراه، فبيلعب لهدفين، الهدف الاول ان هو ما يخسرش، الهدف الثاني لو قدر يكسب ما كسبش يبقى راح للتعادل، وده بشكل كويس جدا ان خليته عدى. كان من فتره قبل ما يجي طارق العاشر كان عنده شويه مشاكل، لكن دلوقتي انا هذه المشاكل طبعا ملحوظه حلوه يا كابتن، يعني لو هو ما خسرش بيتعادل على الاقل، عشان كده شايفين الرقم ده قدام. بص هتشوف التعادل بتاعه 12 مباراه، شوف 12 مباراه من كم مباراه، من 29 مباراه، يعني انت قربت من نص عدد المباريات ان انت بتلعب بتاخد بونت، البونت ده جمع له بنات كتير خلاه وصل 45 بونت. بعكس مثلا لما اتكلم على الشرقيه او إيسترن كومباني، ان هم عندهم مشكله، هو لعب نفس عدد المباريات، لكن طبعا مع تغيير المدرب علاء ما اشتغل معاهم في الفتره الاخيره اشتغل بشكل كويس جدا، خد المنهج او الفكر او السياسه بتاعت طلعت وبدا يشتغل، ان هو في الفتره الاخيره عمل نتائج ايجابيه بشكل كويس جدا. وكان انا كنت بتكلم على فريق الشرقيه، كان ضايع يعني بالورقه، لان ما كانش ليه امل، لكن هو عمل سياسه ان هو يجمع البناط، ودي شطاره ان انت في الاخر 6 7 مباريات تجمع البناط، وده ماشي بشكل كويس جدا، بيخسر ماتش بيتعادل ماتش بيكسب ماتش، ودي سياسه كويسه، لكن مش رايح خالص زي مثلا الكلام على مصر المقاصه، مش رايح خالص لمشكله ان انت بتخسر بس ما بتعرفش تخسر، والحاجه الكويسه الايجابيه بتاعت ان انت بتتعادل، لكن ما بتروحش للمكسب، ودي مشكله كبيره. انا شايف المباراه النهارده فرقه بتصارع عشان تروح للمربع الذهبي، وفرقه بتصارع عشان تبقى في الدوري العام، ودي منافسه فكر مدرب، فكر مدربين النهارده يبان على اللعيبه، ان اللعيبه من غير فكر مدرب مش هتلاقيها في الملعب.